كل مشاهدي وتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيه خاصه هنا من السعوديه لمباراه النادي الاهلي الوديه ونجوم دوري المحترفين بالمملكه العربيه للسعوديه. بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا طبعا اللواء والمدير التنفيذي لنادي الشباب اللواء خالد الزيد. طبعا برحب بيك في البدايه، وبنقول لك طبعا يمكن حاجه رائعه جدا بنشوف استقبال مميز ومش غريب عن المملكه العربيه السعوديه، مصر والسعوديه بلد واحد. اول شيء انا يعني نرحب فيكم في بلدكم الثاني بالمملكة العربية السعودية، نرحب بأشقائنا وحبايبنا من جمهورية مصر العربية الحبيبة، نرحب بنادي القرن النادي الأهلي، ونشكره على تلبيته لهذه الدعوة. نشكر ونقدم الشكر والعرفان لمعالي رئيس الهيئة العامة معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة والرئيس الفخري للنادي الأهلي المصري على إتاحة الفرصة للكابتن فؤاد وتكريمه في اعتزال يليق بهذا اللاعب ويليق بوجود النادي الأهلي المصري نادي القرن الأفريقي. ونتمنى إن شاء الله نشوف كرنفال يليق بالفريقين، النجوم المملكة بمشاركة من لاعبي نادي الشباب. اعتقد انه حتكون باذن الله مع اشقائنا في النادي الاهلي، حتكون ان شاء الله مباراه تليق بهذا هؤلاء النجوم. لو على المستوى الفني بكلم، يمكن في عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي متواجدين في السعوديه، يمكن حاجه طيبه جدا ورائعه جدا وهتفيد بشكل كبير جدا سواء للمنتخب وايضا كمان الدوري السعودي. بتشوف الوجود عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي في الدوري السعودي ازاي؟ انا اقول للاعبين المصريين بشكل عام، اللاعبين العرب بشكل عام، اعتقد انهم اضافوا للدوري السعودي رونق وقوه من خلال هذه الاسماء، هي متواجده في الانديه الاوروبيه اللاعبين، وخير مثال الكابتن محمد صلاح. أنا أعتقد أنه هو نموذج للاعب العربي، اللاعب الذي يؤدي مع بقية نجوم العرب في البريمير ليج. ولذلك أنا أقول أنه ليس بغريب أن يتواجد معنا النجوم من، وهذا نشكر عليها معالي المستشار، أتاح الفرصة لتواجد نجوم عرب، نجوم مصريين أضافوا للدوري المحلي على مستوى الفني، وأعطى يعني رونق خاص بالإضافة للوهج الإعلامي اللي حاصل. لا شك أن وجود بعض النجوم، الكابتن شيكابالا والكابتن عصام الحضري والكابتن محمد الكهرباء، وإحنا اللي توفقنا ولله الحمد من مع نادي الشباب في الكابتن عمر بركات، تمنينا الكابتن أحمد فتحي، حقيقة حيكون إضافة كبيرة للدوري العام، نتمنى نحصل أو نحصل عليه في الموسم القادم، ليس بس في القيمة الفنية لكن على مستوى هذا الروح وهذا العطاء، نتمنى أن يكون متواجد معنا إن شاء الله. كل هذا الجانب أنا أعتقد أنه هو ينصب في مصلحة الكرة العربية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص من خلال تواجدها في المحافل القارية والدولية. أخيرا لو باخد منك رسالة بشكل عام للنادي الأهلي وكابتن حسام البدري على وجودهم في هذه المباراة الودية اللي بتمنى تكون مباراة تليق باسم المملكة العربية السعودية وأيضا جمهورية مصر العربية. أول شيء دعني أقدم الشكر لأستاذي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم هو متواجد ابن اللعبة على رئاسة مجلس الإدارة، نبارك له في بطولة السوبر، نتمنى إن شاء الله أن يحظى هذا النادي بالقيمة في خلال تواجد هذه الكوكبة من النجوم السابقين على في رئاسة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة الفنية والرياضية للنادي الأهلي. لا شك أن أنا سعيد وأنا محظوظ وأنا من أنصار النادي الأهلي للأمانة على هذه الأجيال السابقة، نتمنى إن شاء الله أن نشوفها دائما في عافية ويعطي للكرة المصرية والكرة العربية كما عودنا فيها إن شاء الله الكابتن وجميع أعضاء مجلس إدارته. شكرا، الله يعطيكم العافية.